5 مليون و400 الف فرنك. انا عندي 30 مليون بديالي بالناس ديالي. 15 مليون خالتي وانا 3 ملايين وماما 8 ملايين. ودخلت بزاف تقريبا 10 ملايين اللي عندي. انا وليدي دخلت واحد مبلغ ما نقول لكش عليه. واحد 10 مليون وصافي كنت نمشي نعمل الدار ديالي حسن لي وزق انا ولادي ديالي حاب منه. تمام بالعربيه انا نسبت عليكم انتم صبوا على عباد الله. عاود دخلت مديت 7 مليون ديك 7 مليون عاود ديتها لهم كامله باش نشبر شي مبلغ كبير ونخبع فيها وليداتي ونشري شي بارطمان. انا شتا ما كتكسب ما كتعلم شويه ولات بالذهوبات شويه ولات بالتليفونات اخر ما كاين 5 مليون 6 مليون قلت هي كفس مني شو كي ولات. اما الناس يدفعوا الاموال طائله هذوك حومق كنقول لهم انا عيد دخلتوا ب 90 مليون وانتم حومق داخلين ب 90 مليون. سينا عمرك استفدت سي لا انا عمري استفدت حنا كيف دخلنا دخلنا زدحونا. حنا حلمنا ولا طمحنا والناس كيقولوا طمعنا اللي بغاو حنا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. لكن الطمع هو اللي خلى الانسان يوصل لهذه الحاله هذه بحال اللي طمعت انا شخصيا. اختي ديالي تبارك الله عليك. السلام عليكم. غنقول لك اول واحد اللي قناك باش تدخل هذه المجموعه هذه شكون؟ الادمينه واحد الجاره ديالنا. كيف تعرفتي عليا بعد؟ الجاره ديالنا اخي. الجاره ديالنا جات عندي قالت لي فلانه كاينه واحد الجمعيه ما عارفه الحاله ضعيفه يعلم بها الله قالت لي واش تدخل للجمعيه؟ قلت لها ديالاش؟ قالت لي كاينه 180 قلت لها انا ما عنديش. كانت هايده مع كان عندنا واحد المشكل مع واحد السيد كان شارك هو وراجلي الطونوبير جات انا قلت لها زعما حنا باقي عندنا مشاكل مع هذا قالت لي قلت لها حنا غنبيعوا قالت لي وبيع ودخل بها قالت لي بيع ودخل بها تشري ديالك قالت لي تشري ديالك ومنا شي طولك فلوس تشري زعما شي سكينه من ولادك. قالت هايده كل مره صافي اخي بعد جاب الله التيسير بعنا داك الطونوبير بعتها بالخساره بعتها ب 6 ملايين الطونوبير ديال 20 مليون دخلنا اول مره دفعت فيها 10 والشريك 10 نهار اللي بعتها بعتها ب 6 يعني بالخساره يعني بالخساره والشريك اللي صدق رابح يعني الشريك دا 16 مليون وحنا يدينا 6 هذا كيتسمى دابا هذاك ما على هضره يعني هذاك ما عليه يعني بعتها بالخساره في سبته بس تدخل معاهم في سبته هي ما انا نبيعش رزقي في سبته ملي دخلتنا صافي بقات علينا كل مره كتصيفط الاوديوات خدموا جيبوا زعما بالعربيه انا نسبت عليكم انتم صبوا على عباد الله. انا رضيت الوالد الحاجه الوحيده هي اللي ما دخلتش حتى واحد يعني انا ما دخلتش حتى واحد دخلت ب 5 مليون و400 الف فرنك نزلتها على الطابله حسبناها انا وياها انا وجميله بي على الطابله على الطابله وعطيتها لها صافي ملي نهضت ملي نهضت الروينه كنت انا خارجه من الجروب يعني انا الروينه الجروب ما عرفهاش ملي عيطت لها قلت لها جميله قلت لها هذا الشيء هذا اللي سمعته هذه قالت لي قالت لي ولكن هما عيهادكم قلت لها شو جميله الله يرحم والديك هضر معايا معقول قلت يا اختي عترجع لي الرزياق ديالي مرحبا نصبر عليك من هنا للجلسه ما كنتيش عترجع لي الرزياق ديالي القانون يحميني قالت لي صافي صافي هذيك هذه من بعد بقات كتصيفط التهديدات في الجروبات انا جمعكم والسيده هي دخلتنا الادمين وكانت كتقول فلوسكم عندي واذا وقعت شي حاجه عندي انا نهار اللي عيطت لها انا بيدي بقى عندي العضوات معاها كتقولي لي ضحيه بحالي بحالك ملي عيطتينا ضحيه انا شني انا مثل عضمينا ضحيه انا شني نقول ها اذا انا صوتينا ضحيه كيفاش عملتينا وانا كنت كتشد الدم من عند عباد الله كنت عضمينا كنت فرعنا والطونوبيرات والذهبان معاها هادي وبان والسهرات والحفلات ها كنا كنمشيو نحضروهم حنايا كنت كنمشيو تحضروهم انتوما الرياسه الكبار والدفاعي ما كناش كنحضروهم حنايا ملي مشاو ملي مشاو الفلوس ديالنا ومشاو الفلوس هادي قالت لك انا ضحيه بحالي بحالك كيفاش عملتي لها؟ انا كنت كنعطيهم لهم كيفاش عملتي لها ضحيه بحالي بحالك كيفاش عملتي لها؟ واش انا عضمينا رجعتي ضحيه؟ اذا انا شني انا؟ حتى انا كنطلب غير رزقي ما كنطلب حتى حاجه كنطلب برزقي كنت كتضمن لي نهار اللي مشاو نهار اللي مشاو الفلوس ديالي قلتي ضحيه انا اذا وقعت شي حاجه عندك فلوسك وانت ما كتكون عضمين ضحيه كيفاش عملتي لها من بعد رجعوا كيهددونا كيصيفطوا لنا الاوديوس كيهددونا عضمين الناس رجعوا كيهددونا حنا كنطلبوا من جلالة الملك ومن القاضي ينصفنا حقنا من غيره كاين غير الله ما كاين حتى واحد. عامله محاميه وعامله الواجبات ديالي قانونيه باش يردوا لنا الرزق ديالنا ورزق ديال الاحباب ديالنا والجيران ديالنا والاهل ديالنا.
دابا ديك الناس اللي نسمي اللي دخلتي معاهم واش باقيين في الشارع ولا باقيين في الدار في الديور ديالهم ولا مشبرين؟ لا انا دخلت مع ادمينه مريم بنت حيمان، دابا طافيه التليفون، هربانه من الدار، كنعيط لها ما كتجاوبنيش. انا هي اللي كنت كنعطيها فلوس ديالي ودي الاحباب ديالي ودي الناس ديالي، انا ما عقل عليا حتى شي واحد. دابا انا ديالي نسيتهم بقوه الضغط عليا. الناس اللي دخلتيهم معاك كاملين دابا كيقولوا خصهم فلوسهم، خصهم رزقهم، من حقهم. هذا راه فلوس ماشي الحجر، هادو فلوس، الناس خاصها فلوسها، يعطونا رزق ديالنا ويعطونا رزق ديال الناس ديالهم. انتي شحال دابا دخلتي معاك ديال الناس؟ انا عندي 30 مليون بديالي بالناس ديالي. يعني بفلوس ديالك كل شيء طول؟ بكل شيء. شحال الناس دابا دخلتي معاك دابا الاصدقاء والاقارب ديالك؟ هيدا يكون شي 40 واحد. بين لي بيرسون. يعني تبقى سي عمرك شبرتي منهم تينا؟ لا انا استفدت، انا دخلت اول مره ب 180 الف فرانك. حققت شروط ديالك، يقول لك خصك تحقق شروط ديالك، ما يمكنش عطيوك حنا مليون على سبع شهور وعتدي مليون هيدا بارده، خصك تجيب الناس. اي وقت كنجيب في الاول من جبت على محور دايري، جبت با، جبت خاي، جبت اختي، الاهل ديالي. كاملين تاقوا فيك نسينا. تاقوا فيا انا، حيت هما ما كيعرفوهمش، ولكن انا ملي دخلت عرفت كريمه مديره وعرفت يسرى الرئيسه، ومريم بنت حيمان هي اللي كنت كنعطيها انا فلوس ديالي ودي الناس ديالي. فهمتي؟ وملي دخلنا دازت سبع شهور عطاوني مليون. تما قريتي كونفيونس صافي، عطاوني مليون، انا زدت طمعت لان بغيت نحسن الوضعيه ديالي، انا كاريه وكاريه بيت واحد وعندي اربعه العواوس تيتوين، قلت نحسن الوضعيه ديالي ونعمل الدار ديالي لوليداتي نخبع فيها وليداتي. صداق ديك المليون اللي شبرت زدت من الجيم ديالي 260 فرنك، دخلت باك سبعه. عاود اذا دخلت بمليون 260 خصك تجيب جوج دبيكان، جبت عاوتاني خاي واختي جابت عقوسته، عاود دخلتهم ديت 7 مليون، ديك 7 مليون العوار ديتها لهم كامله باش نشبر شي مبلغ كبير ونخبع فيها وليداتي ونشري شي بارطمان. صدق هذا المشكل هذا ها وقعنا دابا، ما ديت ما رجع لي لزقي، ما شفت بارطمان، ما دينا حتى حاجه من عند الناس هادو. وانا كنطالب والضغوطات ديال الناس بالصوك وتسيب وحديتي، عندي الناس مورايا، الجيش مورايا ديال الناس، كل مره تهديد، يجوا عندي من الدار، رزقنا في التليفون ما كيوقفش، ما بقيت كنديها في ولادي، ما بقيت كنديها في راسي. قد اذا كنت خايشو كيفاش رجعت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنقول كريمه ومريم بنت حيمان الا شافتني دابا عطينا رزقنا، حنا دراوش، عطينا الرزق ديالنا، عطينا الرزق ديالنا. مريم بنت حيمان كنا كنعطيو فلوس ليلك، انت اللي كتعطيهم كريمه، عطيونا رزقنا الله يرحم والديكم، ما كنطلبوش بشي حاجه اخرى. دابا كريمه في الحبس والاضمينات كاينه شي 16 اضمينه، وهذه اللي عندي انا باقا ما تشبرتش، مخبعه الله اعلم اخر، مخبعه ما بغاتش تظهر. التليفون مطفي، دابا نعيط لها والتليفون مطفي ما كتجاوبش، الدار ديما هي انتاحت من عندك كنت كنجيب فلوس ديال الناس، دابا كلشي مشى، كلشي هرب. اختي ما كرهتكش تعاودي كيفاش اول واحد اللي قال لك تدخل لهذ المجموعه هذه، ما كرهتكش تعاودي من الاول سنة الاخر. اوكي خاي، السلام عليكم، مع انا متضرره من مجموعه الخير. حنايا كنا يعني كأي واحد، هذه عماين قصوا علينا، كاين كيقول لنا دخل ب 180 دوز 6 شهور تشبر مليون، دخل ب مليون و 260 دوز 6 شهور تشبر 3 ملايين، إلا دخلتي معك شي واحد مليون و 260 غاتجيكم 4 4 معايا. يعني هذا داك كيجر مع هذا وهذا كيجر مع هذا، حنا قلنا لا والو لا والو لا، شفنا الناس شبروا. أنا نقول لك هذه الأمور كسبان يعني بالأول كسبان يعني بحال مضبوطة، حنا الماكينة مضبوطة يعني ما كايناش شي ورق ما كايناش شي حاجة مضبوطة. لكن مضبوطه تكون كاينه بالورق يعني هذه كانت ثقه. ثقه كيقول لك الثقه في الله، وحنايا ماشي وجعنا، حنا الديور ديالنا فوقي والمحلات ديالنا انتحيت، يعني كيفاش غنعملوا؟ يعني ما كاينش يعني شي خلال ولا شي حاجه، كتشوف بنت الحومه ديالك وهذا. حنا نهار اللي عطيناها الفلوس شبرات من عندنا، قالت لك حنايا كتعرفوا فلوس فيا، انا عندي فلوسي هذه شفاء، ام شفاء وشفاء بنتها، كتقول لك فلوس عندي، نهار اللي يوصل النهار ديالكم غنعيط لكم وغديو الرزق ديالكم. وصل نهار ديالنا عيطنا، لقيتك كاين الروتر، هو كان شي مشاكل بيناتهم، الرئيسة والمديرة دابزو، الرئيسة اللي هربت قالت لها كانت عندك 4 المليار، كانت تقول لا كانت عندي في كراطن، لا كانت عندي في الشنطة، داوها لي، هي داتها ومشات، خرجت بغات تكمل المديرة بوحديتها، عملوا لها القالب فيها باش وقع مشكل. دابا المشكل حنا أنا ما كنعرف لا المديرة ولا هاد الرئيسة، أنا كنعرف أم شفاء اللي عطيتها فلوس ديالي في راس المصلى. عندها بيرو تما والدار ديالها تما، كتهود دائما السجاده في يدها وتسبيح، تقول هذه مرض الله. عطيتها فلوس ديالنا، فلوسي وفلوسي ما وفلوس خالتي 15 مليون وخالتي، وانا 3 ملايين وماما 2 ملايين، عطيناهم فلوس. دازت ايام انا قلت لك توقع، دابا ملي كنعيطوا لها كانت كتقول لنا خنبيع جوج دوك الواد ديالي، ما عندي ما نعطيكم.
يعني عمل اللي بغيتي. ايوا فين وصلت دابا هذا المشكل هذا فين وصل؟ ما كنوصل والو. الرئيسه اللي عندها فلوس هربه كيقول لك، يعني ما هذوك الناس اللي بقاو هنايا ما عندهمش، ما كيقول لك ما عندهمش لا كلشي مشى للحبس، كلشي يمشي للحبس. يقولوا صاروا ضحيه عاود مسافر. يقول لك صاروا ضحيه، والصراحه حنا جينا نشوفوا كاين الضحايا وكاين اللي مشى في الرجلين وكاين والله ما زعما. نسينا عمرك استفدت سي؟ لا انا عمري استفدت، حنا كيف دخلنا دخلنا زدحونا. نسينا شكون اللي دخل معاك هذه المجموعه؟ انا ماما وخالتي، خالتي 15 مليون، انا 3 مليون، وماما 8 مليون، حنا ما عطيناهاش زعما صحيحه. حنا كنا كنعطيو 50-50، مرة مليون مرة جوج مرة مليون. استفدوا ديك الساعة ولا ما؟ عمرنا استفدنا مع الدخلة اللي دخلنا، بحال نقول لك دابا هما قال لك 6 شهور، في الآخر ردوها 7 شهور، في الآخر ردوها 8 شهور. وخالتك اللي دخلت 15 مليون ملايين باقا ما استفدتش مرة. استفد مرة، أنا قلت لك هي كانت مريضة خاصها تتعالج بها، 15 مليون دفعت 8 الأولى و7 مرة ثانية، يعني باش تضوبل لك. ايوا صدق. سي تبارك الله عليك. ربي يخليك الله يرحمك. عمرك تسنى كنتي معاهم بهذه المجموعة؟ اي صح. سقسيك واش نسينا استفدتي ولا عمرك استفدتي؟ لا عمري ما استفدت. دخلت عمري ما استفدت. شحال دخلتي؟ ودخلت بزاف تقريبا 10 الملايين اللي عندي. وعمري ما استفدت بوحديتي. ولا دخلتي معاك حتى الناس؟ 10 الملايين يعني انا واختي وفهمتي غير خوتي، ما دخلتش الناس البرانيين. غير الخوت ديالي انا واختي جوج دخوتي 10 المليون. وقع لك مشاكل مع الاخوان ديالك ولا زعما؟ لا لا الصراحة ما وقعليش مشاكل مع عائلتي، وإن انا اللي داخله بمبلغ كبير، هما غير مليون و200 ويا اخرى جوج المليون و8 المليون. انا دابا اللي خصني نعرف يعني عمرك استفدتي وكيتي مشى مكمله معاهم؟ اه زعما كنا حلمنا ولا طمحنا، والناس كيقولوا طمعنا، اللي بغاو حنا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حنا غير حلمنا. انت كيفاش باش دخلتي اول مره باش دخلتي لهاد المجموعه هذه؟ كيفاش تعرضت عليك باش تقنعتي باش دخلتي؟ صاحبتي خدامه معايا في شركه، شركه وحده كتجر في الرجلين ديالها، دخلي معايا دخلي معايا، دخلت معاها. انا شتا ما كتكسب ما كتعلم، شويه ولات بالذهوبات، شويه ولات بالتليفونات اخر ما كاين 5 المليون 6 المليون. قلت اه هي كفس مني شكي ولات. واش خدامين في شركه بسيطه يعني؟ شركه بسيطه، من بعد هي خرجت، مني دارت شويه لاباس خرجت، خرجت صافي تبعناها، بقات كتواصل معنا دخلي معايا دخلي معايا، دخلت معاها. شحال تكون جرت معاها ديال الناس من الشركه ديك؟ كامله شركة كاملة، ما خلت حتى شي واحد. 1000 درهم داتو، 180 داتو، معاقد داتو، عندها مرض الكلاوي داتها، عندها سرطان داتها، عندها الركبة ديالها فيها ميكروب داتها، جمعت كل شيء جمعته وما خلت حتى شي واحد. يعني بحال فقراء اليتامى المساكين كل شيء كل شيء. دابا نتوما شفتوا فيها واحد مثلا بحال الانسانه كانت بسيطه شوج دبرت على راسها، قلت اذا هذه المجموعه تماما اذا راه عندها مصداقيه وما كيكذبوش على الناس، ما كيسرقوش الناس، كيديروا المحاور مع الفقيه وداك الشيء كيحطوا لنا في الفيديو، وحنايا اقتنعنا ما نكذبش عليك، انا اقتنعت ملي شفت الفقيه اللحيه ديالو تان هنا تكذبوا تينا، حنا كان اللي كنثقوا في الفقيه حنا مغاربه. صافي هادشي اللي كاين، انا ثقت فيها بدوك الفقيه اللي كانوا كيجيبوا. يعني تما قريت الكونفيونس واخا ما كاين لا الوراق لا والو دخلت؟ ما كاين لا وراق لا والو، وانما حنا كنا كنعرفوهم، كنعرف هذه كنعرف هذه كنعرفهم كاملين، بحال اللي كنعرف العائله ديالي كنعرفهم. عائله انا خدمت معاهم مده ديال 8 سنين راه كنعرفهم. تبارك الله عليك الوالدين. كانوا خوتنا اللي ما رطعناش مليح. سبحان الله وهذا كتقلبوا عليكم. ونسينا بشحال دخلتي؟ انا وليدي دخلت واحد مبلغ ما نقولكش عليه، واحد 10 مليون وصافي، كنت نمشي نعمل الدار ديالي حسن لي وزق انا ولادي ديالي حابه ملوك. انا نقول لك كيفاش تقنعتي اول مره بس منا نبوس الناس دابا اللي الواحد سبحان الله العادل. انا خي ديالي واخا انا نشبر ماشي مشكل، انا خي ديالي هاد مجموعه الخير السبب ديالي كيفاش؟ السبب ديالي البنت ديالي عندي مريضه وعيت معاناه معاها وعيت من مديدين الناس، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. ملي سمعت هاد مجموعه الخير السيده نصحتني بها قالت لي مجموعه الخير مزيانه ادخل فيها تعاونك تساعدك. قريت ثقه وشفت الناس شفت عليهم الخير. هاد الناس هادو في الاول كانوا كيبانوا ناس طيبين ما نقولكش عليهم، ولكن دابا كتهضر وكتفكر ابراهيم كتقول هاد الناس هادو ما دخلوش على هاد الناس. هاد السيده دخلت لها مضاربه وتحاولت القضيه للناس، وعلاش ديك اليسرى اللي كيقولوا لي اليسرى اللي كانت كتهضر في الكروبيس كتقول لهم ثقوا فيا وانا وانا وانا، علاش ما بانتش دابا بشي تصريح ولا بسيط غتعطينا علاش وقعت الكارثه؟ ولكن هي مخبعه واحد شنو كيقول لك هي هنايا انا، ولكن احنا ما حصلنا عليها حتى شي حاجه. زقت انا دخلت مات مجموعات الخير باش نداوي بنتي، زقت اخي ديالي مشاو لي فليساتي. البنت ديالك مسكينه الله يشافيها باش مريضه؟ عندها مسكينه مريضه حاله صحيه، يعني ماش خصني نقولها لك هذا في الميكرو، بيني وبينك نقدر نقول لك باش مريضه ولكن في الميكرو ما نقدرش نقول لك. يعني مسكينه انت دخلتي على ديك المجموعه بصفه دخلت باش نداوي بنتي ونداوي راسي انا شخصيا اللي كنهضر معك. انا حاليا شخصيا ما كنشوف شي، عندي القرنيه المخروطه، انا كل عامين كنعمل عدد 7000 درهم
يعني انا من سمعت هاد المجموعه مزيانه علاش بغيت ندخل الا باش نبدل من حياتي ونبدل من الوضعيه ديالي؟ زاق دابا الناس هادو دمرونا خاي ديالي، وحنا صراحه الله هاد السيده اللي مشبره بالحبس ما تشبرتش على الناس، تشبرت على المضاربه وتحاول القضيه للناس. دابا حنا كنطلبوا من جلاله الملك يتدخلنا في هاد الامور هادي، ما كرهناش يا خاي ديالي، راه هادشي هذا راه زعما خلاو كارثه. السيده كنعرفوها انتحرت، السيده سيبت راسها من الكراس الزرياح، راه بزاف الكوارث وقعوا خاي ديالي. الناس اللي كان جيران هنا كتبان الناس مساكن مقهورين، يعني الناس بحال اللي حاسوا بواحد الشمس. وشكون هذا اللي ماشي مقهور عيد درويش؟ اما الناس يدفعوا الاموال طائله، هذوك حومق كنقول لهم انا عيد دخلتوا ب 90 مليون، وانتم حومق داخلين ب 90 مليون. وانت عندك 900 داخل فيها مجموعات الخير، سير دعم دارك بحال انا كنت عندي 90 مليون اخي ابراهيم، غندخل مجموعات الخير. ما ندخلش فيها. 900 ما لقيتي ما تعمل بها تدخل بها كامله مجموعات، ولكن الطمع ولا خلي الانسان يوصل لهذه الحاله هذه، بحال اللي طمعت انا شخصيا باش من العمليه بنتي زقت وليدي انت كتشوف. انا نقولوا بعد انت دخلتي باش تعالج بنتي. انا باش اعالج بنتي، انا عندي بنتي عندها خطا طبي ما كتهزليش يدها. عندي بنتي عندها مشكل في الصحه ديالها، انا شخصيا ثلاثه الناس من دار وحده وعند الراجل عندي عيان. يعني علاش انا دخلت لهذ المجموعات الخير باش نبدل من الوضعيه ديالي باش نحسن من امن ولادي، ماشي انا باش نشبر انا ونضيع انا وندخلت معايا دخلت معايا العائله ديالي. علاش تضيع هذا اخوتي؟ علاش حنا ما عرفناش شنو كاين دابا ابراهيم؟ حنا غير كنهاولوا بوحديتنا، حنا وكنا عرفنا على شي حاجه يعني المشكل ما واضحش باقي ما واضح. الناس كيدوزوا جلسه سريه، الناس كيدوزوا جلسه سريه. الصراحه الله نهار الخميس كنت قايله في المحكمه مشتو ماشيين بحالهم، عزوا عليا الصراحه ضرب الريح واخا انا مضيعه، ما حسيت ديك المراه مشبره في الحبس عزت عليا خاي ديالي. نقولوا سام الله يكون في العون العائله ديالهم، يمكن الله يكون في العون، ولكن هاد الناس عندهم عائلتهم وعارفين. الناس مثلا دابا هاد كريمه عندها والديها، يعني عندها والديها كانت الام ديالها مثلا تعطينا شي تصريح. صبروا اخوتي راه تخرج بنتي ان شاء الله وتعطيكم مثلا اي مبالغ اللي دفعتوا، ما كناش يعني من هاد الحيحه هاد. ولكن ما هضرت لا يماها لا باها لا حتى شي واحد، يعني كيفاش؟ ساشي تسرح كيفاش وعلاش؟ علاش هادشي اللي وقعنا فيها خا ديالي؟ هو هادشي اللي عطا الله. ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. نطلبوا الله في الخير ما يكون غير الخير، والله تعالى تبارك يطيح لنا يا ربي الحب شي رحمه من عنده. امين. وكنطلبوا صراحه من التدخل سيدنا جلاله الملك، هو اللي كنظن وقيله هو اللي عمل الحل لهادشي هذا، هادشي كارثه هذه. قلت لها مرا سمحت في ولادها وقت انتحرات. هل يعقل هادشي هذا؟ مرا دخلت مسكينه تبدل من حياتها الزقزة لا الحياة لا دنيا لا آخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصافي إبراهيم أخي والسلام عليكم. تبارك الله. الله يبارك فيك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.